بما ان الجيمات قفلت ومش عارف تروح الجيم، وقت شغلك طويل ونفسك تلعب رياضة، مش حابب تعمل فورمة كمال اجسام الضخمة قوي وكده، وحابب ان انت تبقى فيتنس موديل كلايف ستايل عادي؟ اهلا بيكم في اول حلقة من حلقات برنامج الباور ميكس. هنلعب حبل المقاومة مع تمارين المقاومة. عضلة النهاردة هنلعب بنج، وهنلعب عضلات البطن العلوية. خلصنا التمارين، نتمنى يا جماعه ان انتوا تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي فاتت وتتفرج على الحلقات اللي جايه. السلام عليكم.